كابتن احمد، مباراة يوم الخميس مباراة اكيد صعبة جدا، هل احنا مباراة ننتظر فيها كورة؟ هل ننتظر فيها متعة؟ هل ننتظر فيها اهداف كتير؟ ولا حجم الضغط على الفرقتين يخلي الامور مختلفة؟ لا يعني طبيعي يبقى في ضغط على الفرقتين، الاهلي خسران بطولة سوبر افريقي والزمالك كسبان عايز يكسب برضو المباراة، بس انا دايما في الماتشات انا بحب استمتع، يعني ما يعني ما اتفرجت على ماتش الاهلي وسيراميكا الماتش اللي فات، في كورة، في حاجات بتتعمل كويسة في الملعب، انت بتحب تتفرج على المباراة يعني، فانت طبيعي ان انا راح انت اتفرج على استمتعت بالاهلي وسيراميكا؟ من الاهلي ولا من سيراميكا؟ الاكتر سيراميكا الصراحه سيراميكا شكل يعني، لا يعني هو على الاكتر فترة على فترات يعني كانوا على فترة كويسين قريبين من بعض، بيعملوا رياكشن للكره بسرعه، ياخدوها بسرعه، بيضغطوا مع بعض في حته واحده، فالموضوع ده بيسهل يعني، تحسهم محافظين بعض، بينقلوا الكره من الدفاع للهجوم بسرعه، فدي تحس هم كانوا ايه اللي خلى الاهلي فترات المباراه فنيا ما كانتش الامور في افضل شيء؟ ايه السبب؟ ممكن كانوا دايما دايما الفرق ما بتكون بعيدة عن بعض تحس ان في مساحات، كان سيراميكا مستغلين المساحات دي، فطول ما انت بعيد عن بعض مش تعرف، دايما كل الفرق لازم يبقوا قريبين من بعض في 30 متر يا ميدو ولا كام؟ 30 متر 30 متر 30 35 5، هم طول ما الفرق قريبة من بعض تقدر كل واحد يبقى اسرع في الكوره، تفكيره اسرع، ارتداداتهم اسرع، حتى في الهجوم اسرع، هو ده بس اللي خلى الاهلي في فترات وحش، بس كان في فترات الاهلي كان احسن، بس معظم الوقت سيراميكا يعني لغايه اخر مباراه كانوا بيحاولوا يتعادلوا، الماتش كان حلو يعني، الواحد وهو قاعد بيتفرج لا مبسوط يعني، ليه الفرق قدام الأهلي ما بتصدقش إنها ممكن تكسب؟ يعني دايما الأهلي ده عشان بالذات دايما وقت الاهلي كتير بالعقليه بتاعت اللعيبه دايما، واحنا كنا بنلعب احنا عارفين ان احنا هنكسب في اي وقت، فاحنا حاطين في دماغنا حتى لو انت مش الأفضل او مش في يومك. حتى لو مش في يومي، بس انا بفضل اقاتل لاخر الماتش عشان اكسب، سبحان الله ربنا بيديك المكسب، فمعظم الفرقه تحس ان هم خلاص احنا كسبانين، خلاص الماتش هيخلص فجاه يتعادل فجاه يخسر، مهما زادت الكواليتي بتاع اللعيبه في بعض الفرق وزادت اللعيبه الامكانياتها كبيره، يظل برضه ان في فروقات ما بين الاهلي والزمالك من وجهة نظرك؟ شوية الجمهور بيبقى عامل كبير، خلي بالك دايما اللعيبة في أهلي وزمالك عندهم الجمهور بيحط عليهم يعني بيضغط عليهم دايما، فكل واحد بيبقى مركز، لا لو في جمهور ممكن ده اللي حصل الخميس مع الزمالك؟ الخميس يعني انا اسف، الماتش اللي فات مع الزمالك وبيراميدز ده اللي حصل؟ يعني ضغط الجمهور كان ليه يعني سبب سبب تفوق كبير؟ الزمالك هو الجمهور، ممكن شوية، لكن خلي بالك انا يعني مش هتفق معاك يا سيف في سنه، اللي هو الزمالك كان احسن لا في انا الماتش، ماليش رأي، لا اصل الزمالك ما كانش احسن في الماتش، بيراميدز كان احسن شويه، انا ما قلتش احسن، انا قلت هو اللي هتقوم اتشعلق وكان عايز الماتش اكتر. لا انا ما هو مقتنع بقى ان ما انا هو مقتنع بقى ان بيراميدز ده افضل سكواد في مصر، انا مقتنع بكده. يعني ما عندهم يعني ما يعني اي لعيب ممكن يتغير باي لعيب، بتحس لو ما فيش حاجه اتغيرت، طبعا لكن لا الزمالك زي ما انت بتقول كده عشان موضوع الجمهور، فتلاقي دايما عندهم حافز ان هم عايزين يكسبوا عايزين يتعادلوا، وده سؤالي. لكن يعني الجمهور هو اللي صنع الفارق في المباراة دي. طبيعي